السلام عليكم. اليوم راح الولايه تاع ورقلة لنقف على المشروع الضخم انت انشاء طريق يربط ولايه المنيعه بولايه ورقلة على امتداد 150 كيلومتر، وهذا الطريق الجديد اللي يعتبر تاهيل لعده طرق كانت يعني تجمع هذه الولايتين، لكن مع تحسين المسار وتوسعة المسار لنوفر أكثر من 100 كيلومتر في المسافة، وكذلك في الوقت يعني ما بين المنيعة وورقلة. إذا خليكم تتابعوا الفيديو حول هذا المشروع نتاع الطريق الوطني رقم 51 واللي يمر الآن في مناطق كانت من قبل لم تضعها قدم لجزائري في تلك المناطق، الآن تم يعني شق الطريق عبرها. نخليكم تتابعوا هذا الفيديو حول المشروع نتاع الطريق الوطني رقم 51 بمساره الجديد ويعني مؤهلاتها مواصفاته الجديدة بين مدينة المنيعة ومدينة ورقلة، مع مقاطع مزدوجة على كل حال، مش مزدوج كله لكن فيه مقاطع مزدوجة عند مدخل مدينة المنيعة وعند مخرج مدينة ورقلة، فيه بعض المناطق اللي على حوالي 20 أو 30 كيلومتر فيه مقاطع مزدوجة والباقي هو طريق غير مزدوج، وإن شاء الله في المستقبل يعني غير بعيد يكون فيه ازدواجية للطريق يعني بكاف يعني كاملا على مدى 150 كيلومتر ما بين المدينتين والولايتين. إذا نترككم تتابعوا هذا الفيديو التفصيلي حول المشروع. إذا والسلام عليكم. في قلب الصحراء الجزائرية تتسارع المشاريع نحو تجسيدها على أرض الواقع، أين تشهد ولاية ورقلة قفزة نوعية مع إنجاز طريق حيوي يربطها بمدينة المنيعة، حيث تعد بادرة نحو تحقيق التواصل وتعزيز التنمية في هذا الجزء البارز من المنطقة. خطوة هامة بأشرف تحقيقها والي ولاية ورقلة السيد مصطفى أغامير، الذي يقف على تنفيذها بحرص لتدخل حيز الخدمة مطلع العام المقبل لأهميتها البالغة. إن الشق وإنجاز طريق يربط ولاية المنيعة بولاية ورقلة له من الأهمية بمكان، انطلاقا من أن هذه المنطقة هي منطقة عذراء ولم تطأها أقدام المواطنين لعدة أسباب، أنه لم تكن بها شريان الحياة وهو الطريق، حيث أنجزنا الشطر الأخير من هذا الطريق وهو 30 كيلومتر الذي تربط كل من ولايتي المنيعة وورقلة، وبالتالي وصلنا إلى حدود ولاية المنيعة وسوف ينطلق الطريق الاستغلال مع نهاية هذه السنة. الأشغال عرفت تقدما منذ انطلاقها، وقد أنجز شطر من الطريق الذي يختزل المسافة بين ولايتي المنيعة الفلاحية وورقلة البترولية، رغم الصعوبات والتحديات التي تفرضها طبيعة المنطقة القاسية. مشروع تدعيم الطريق الوطني 51 على مسافة 30 كيلومتر بين النقطة الكيلومترية 50 والنقطة الكيلومترية 80 في ثلاث حصص، الحصة الأولى منتهية الإشغال بها، الحصة الثانية حوالي 65%، أما الحصة الثالثة التي تعرف تأخر بعض الشيء نعمل على إنهائها في أقرب الأجال. بالانتهاء من هذا المشروع الذي يدخل ضمن تدعيم الطريق الوطني 51 نكون قد أنهينا مسافة 80 كيلومتر منه، وهذا تجسيدا لمجهودات السيد الوالي
ومرافقته لمديرية الإشغال العمومية لولاية ورقلة، واستجابة من السيد الوزير مشكورا، تم تسجيل على ميزانية 2024 ما تبقى من هذه الطريق على مسافة 60 كيلومتر في شطرين، 50+10 على برنامجين مختلفين. الطريق الذي سيسهم مباشرة في تعزيز التجارة بالمنطقة، باعتبار أن ولاية ورقلة بوابة للصحراء ومعبرا للمركبات التجارية ورابطا بين الشمال والجنوب والجنوب الكبير، كما يفتح بابا للاستثمار مؤثرا على الجانب الاقتصادي السياحي والتنموي للمنطقة. الأهداف نتاع هذا الطريق هو أولا الأهداف الاجتماعية، لأن نفس الساكنة تتوزع على هذين الولايتين، ولاية المنيعة وولاية ورقلة. الهدف الثاني وهو اختصار للزمن والجغرافيا، بحيث أننا نختصر من غير المرور على جهات أخرى مباشرة، نختصر 100 كيلومتر ونختصر كذلك الزمن، ونشق طريقا في منطقة نود أن تكون بها من السياحة والاقتصاد والفلاحة والنقل ما يريح هذه الساكنة، بحيث أننا نرى أن جانب اقتصادي كبير في هذه المنطقة، والجانب الاقتصادي هذا يتمثل في نقل البضائع بسرعة من الشرق نحو الجنوب مباشرة. هناك كذلك جانب آخر وهو الجانب السياحي الذي نسعى إليه، وهو وجود حمام بركين في هذه المنطقة، حمام غير مستغل لعدم وجود الطريق، ونحن نأمل أن بالطريق هذا يجول الناس اللي يطلبوا عليه، المستثمرين في السياحة، وغادين يقوموا به، وإن شاء الله يكون عندنا وجهة سياحية جديدة في هذه المنطقة. هذا الطريق يجب أن يتوفر فيه شيئين أساسيين: أولا التغطية الهاتفية، وإن شاء الله رانا نخدم عليها مع الوزارة المكلفة بالقطاع باش يكون كاين تغطية هاتفية، والجانب الثاني هو أننا نمنح لمستثمرين باش يديروا محطات للتزود بالوقود والراحة والخدمات على طول هذا الطريق. هذا الطريق غادي أثر إيجابيا ولصالح المواطن، سواء مواطن المنيعة، مواطن ورقلة، والمواطن المار بهذا الطريق تأثير الإيجابي، وإن شاء الله يكون بادرة خير. سكان الولايتين ومستعملي الطريق خاصة أبدوا من جهتهم استحسانا كبيرا للمبادرة، حيث اعتبروا شق الطريق بين الولايتين مباشرة يعد حلا مباشرا للعديد من المشاكل التي كانوا يعانون منها. لا، نقصتنا المسافة، تربح الوقت، تربح الوقت والمسافة ناقصة. ما هيش كما مشتروا على غردايا، كما تروا على طريق جديدة، هذه هذا ناقصة تقريبا 130 كيلو راه على الاقل. عندنا 130 كيلو ناقصة، سبحان الله. عاد نمشي من هنا نزيد نكمل لنا ساعتين ولا ثلاث سوايع خير من نقص منها. ها منا خير لي، كاين شركات هنا يحتاجوا ريزا ويحتاجوا، وان شاء الله فيها خير، باسكو عانينا منها. احنا عندنا هنا نخدموا هنا عانينا بزاف، وتفتح درك الطريق بربي ان شاء الله هي مليحه. الحمد لله هذه الطريق راهي اختصرت لنا حتى الوقت والمسافه، وكانت فيها معاناة واحد الايامات فاتوا، كانت فيها معاناة الطريق هذا، وحاليا راهي لاباس تحسنت. انا عندي واحد 3 شهور ما جيتش منها، ولا حاله مليحه درك على ما. مشروع استراتيجي سينعكس إيجابا على حياة المواطنين بالمنطقة، كما سيدفع عجلة الاقتصاد ويحرك دواليب الاستثمار بشتى المجالات، يجعل من الطريق شريانا ينبثق منه مشاريع أخرى ستتجسد عن قريب.